شيبان مألوكة. يا أبا خويا تاكين، يا ليس منتهيا. لا بس انت خارج دولة نخبط. أثلاثينا وليس غيرها الطاقين يلزم صوتنا عند اللقاء هذا موضوع المواكبة، واكبة لما يخب سواء مع صن الكنة أو الحرنة حتى العسيف اللي احتفظ الوقوف. طبعا ما عندي نية هذا بواضح، يعني ما عندي مانع اني نكمل خبط اساسا، بس انه اهم شيء لا يخفف على الخبط من قد هدف خلاص. هي هدف تلخبط او ارضية او اختلف او تعب خب شوي لما يخب، ما اقول هدف فقط امنع من المسار ما توقف. هو اسم كمدي او كممسوس يختار الهدب على طول لانه اريح من الخبط، لكن لو تصر اني هدب خاصه صرت على غير سنع صاحب هدب بسرعه بس مع الوقت بيعاند زياده. فرد عن الحرنه والكنه بيختار السرعه اللي انت تبغاها هذاك التوقيف، رد عن السرعه اللي يبغاها اللي ينفتح وينطلق وغيره بيختار السرعه اللي انت تبغاها يخفف ويعطيك ما تريد. اذا مفترض ان يكون قادر على رد بسهوله عن طريق التحكم ب السرعة اللي يبغاها، سوى عكسها فقط، يعني يبغى ينطلق علم انك قادر على منع من الانطلاق بخط التخفيف، يبغى يحرنه ويكن علم انك قادر على منع من الكنة والحرنة بيختار الزيادة. طبعا يختار الزيادة او يختار التخفيف بحدود اللي انت تبغاه، مو بيزيد عن اللي انت تبغاه او يخفف عن اللي انت تبغاه، حد ذاته يعتبر خطأ. ان زاد يزيد للسرعة اللي انا معطيه اذن انه يوصلها، او ان خفف يخفف للسرعة اللي انا معطيه اذن انه يوصلها.